للمزيد أيضا من المتابعة والنقاش عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدخل عامه الثاني، إلى أين تتجه الأوضاع؟ قراءة حضرتك لتطورات داخل فلسطين يا فندم. للأسف الشديد الأوضاع، القراءة الواضحة أنها تسير إلى يعني سيناريوهات كارثية. هناك جنون مطلق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين فيها، هي تسعى يعني شن تدمير أو تفجير الأوضاع في المنطقة العربية بأكملها وليس فقط في فلسطين. في تدمير منهجي وإصرار من حكومة نتنياهو على تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة. الإعلام العربي والعالمي يعني تناسى إلى حد ما تغطية غزة بسبب الجريمة الكبرى في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان، وبالتالي إسرائيل من يدقق حجم الضحايا الفلسطينيين في الشهرين الماضيين أكبر بكثير مما كان في الشهور الماضية مقارنة بالعدد السابق، لأن إسرائيل تقتل بشكل مساحي بمعنى أنها تزيل مربعات أمنية كاملة. هذا النهج يعني أن إسرائيل تحاول تنفيذ ما تريده بالقوة بعد أن فشلت في ذلك بالسياسة، وبالتالي هذا التدمير الممنهج في قطاع غزة، في الضفة، في جنوب لبنان، يعني أن هذه الحكومة تريد تصفية القضية الفلسطينية، تريد خلق واقع صعب أن تكون معه دولة فلسطينية مستقلة. نعم. التقديرات الأولية تقول أن قطاع غزة لكي يعاد إلى الحياة الطبيعية يحتاج من 7 إلى 10 سنوات، يحتاج إلى من 70 إلى 90 مليار دولار، ولدينا حكومة في إسرائيل مدعومة كل الدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول غربية أخرى تعيش فسادا في المنطقة بدون رادع. هذا الجنون الذي لا يوقفه أحد، لا قرارات دولية ولا قانون دولي إنساني ولا جامعة عربية ولا منظمة مؤتمر إسلامي ولا أمم متحدة، للأسف الشديد يغري نتنياهو بالمزيد من الضربات النوعية، ليس فقط في غزة أو في جنوب لبنان بل في طهران وفي العراق وفي أماكن أخرى. نعم أستاذ عماد، يعني المجتمع الدولي، على ذكر المجتمع الدولي ورغم كل الضغوط لكنه حتى الآن الحقيقة فشل في وقف جرائم نتنياهو، هل هو تقاعس أم غياب توافق دولي أم ماذا يا فندم؟ هو يعني اسمحي لي أن يعني كلمة مصطلح أو مصطلح المجتمع الدولي أو ده أظن غير موجودة بالمعنى الحقيقي، هي تعبير نردده كثيرا. هو المجتمع الدولي حينما نعرفه، المجتمع الدولي هو حاصل جمع الدول كبيرة وصغيرة، لدينا مجلس أمن منقسم على نفسه عاجز عن اتخاذ قرار لأن هناك فيتو أمريكي أو بريطانيا أو فرنسا، ولدينا روسيا والصين دولتان تعلنان أنهم يتضامنان مع الشعب الفلسطيني، لكن أيضا سياسيا بلا حول ولا قوة لأن لديهم مشاكل أعمق سواء في الصراع الاقتصادي مع أمريكا بالنسبة للصين أو الصراع العسكري لروسيا بالنسبة لل أستاذ عماد. أستاذ عماد هل حضرتك ما زلت معي يا فندم؟ نعم نعم يا فندم أسمعك. نعم. كويس. الصوت كان بيتقطع، اتفضل يا فندم. لا فبتكلم أنه باستثناء الصين وروسيا هما دولتان عظميان وكبيرتان. نعم. لكنهم لا يستطيعان أن يفعل شيئا، الدول الأخرى تتحدث بصورة طيبة عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان وإقامة دورة فلسطينية، لكن للأسف الشديد كلمات وبيانات غير قابلة للتنفيذ على الأرض. الدول العربية تعاني معظمها من خلافات وانقسامات داخلية تجعلها أيضا عاجزة إلا ما ندر، يعني تقريبا باستثناء الموقف المصري، الموقف الأردني، الموقف السعودي وبعض المواقف الباقي كلها بيانات لفظية لا تغني ولا تسمن بالجوع. وبالتالي كلمة المجتمع الدولي ينبغي أن يعاد تعريفها حتى نكون ونحن نرددها واثقين من معناها بالضبط. نعم. للأسف الشديد مجمل ما يحدث على الأرض يغري إسرائيل مزيد من العدوانية ومزيد من التدمير في المنطقة بأكملها. وده يجعلني أسألك أستاذ عماد، يعني هل كان أحد يتوقع أو أحد حتى من هذه الدول الكبرى، ودعنا نبعد عن مصطلح المجتمع الدولي، أن يقدم نتنياهو بالعدوان على لبنان؟ ظن الشخص من يقرأ سلوك الحكومة الإسرائيلية حينما تكونت سنة 21
حينما اختار نتنياهو أن يكون شركائه في الائتلاف هو المتطرفون مثل سموتريتش وبن جفير وعميحاي الياهو وآخرين كثيرين، هو كان سيدرك أن هذا ما سنذهب إليه. بمعنى أن هناك دراسة مهمة كتبها بالسبيل سموتريتش لوزير المالية وواحد قادة الائتلاف مع نتنياهو زعيم حزب الصهيونية الدينية على ما أتذكر، يقول فيها أن أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات لا رابع لهم: إما أن يقبلوا العيش في إسرائيل كرعاية من الدرجة الثانية، أو يهاجروا خارج إسرائيل، أو يقتلوا. هذا وهذه الوثيقة كتبت سنة 17، جددها في يونيو قبل الماضي، وهي جوهر المشروع الاستيطاني وجوهر فكر نتنياهو، لكنها كانت تنتظر التوقيت المناسب للتنفيذ. نعم. وبالتالي من يقرأ ويتابع عن كثب ما قاله وما كتبه هؤلاء المتطرفون قبل طوفان الأقصى بالمناسبة، كان يدرك تماما أن هذه الخطة موجودة في الأدراج تنتظر اللحظة المناسبة. للأسف الشديد استغلوا طوفان الأقصى ووجدوها فرصة وسوقوها عالميا أنهم ضحايا وأن حماس هي التي هجمتهم، وبالتالي رأينا ما حدث. فيما يتعلق بلبنان أيضا نفس الوضع، هناك وضع دولي يسمح لهم بذلك. إيران اختبروا إيران أكثر من مرة لم ترد بالردود التي كانوا يتوقعونها، وبالتالي نرى هذا التدمير الممنهج في جنوب لبنان خصوصا والضاحية الجنوبية من العاصمة. ولا نستبعد أن ورأينا أيضا العدوان على مدن يمنية مختلفة وعلى ميناء الحديدة وعلى كل من يفكر في مساندة الفلسطينيين. وبالتالي هذا من يقرأ ما يفعله أو ما قاله أو اعتقادات الفعلية لليمين المتطرف سوف يكتشف أن هذا هو الطبيعي وهذا هو المتوقع. طبعا يعني أنا بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل ومتابعة وتوضيح، الكاتب الصحفي أستاذ عماد الدين حسين، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.